السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، من شحال هذه ما صورت لكم شي فيديو مع الوالد ديالي. صافي ملي درت لي القناه ديالو بوحدو خليناه بوحدو، واليوم ان شاء الله غتشوفوا معنا في الصاله ديال الجنابه ديال الرجال. قول لهم الطريقه كيفاش نفصلوها. السلام عليكم. بعدا الطريقه ان شاء الله الرحمن الرحيم هي عندنا جوج ونسبتو، ولكن غنخرجوها بالاخرى مقطعين. راك عارفين بان الجنابه ديال الرجال كيكونوا اخرى مقطعين، هادي نورمال. هادي ما بغيناش نخرجوها اخرى مقطعين، وبغينا نخدموهم عيريين، مصطلح ديال الخياط. يعني ما غيكونوش الخراط مقطعين، غيدوزو غير الخراط. غنطراسيوهم وغادي ندوزو عليهم بالطرسان بحال الشكل ديال، بحال كيجيو بحال الشكل ديال المقطعين، كنختصروا علينا ديك التقطيعه وداكشي. وهذا الثوب فيه غير جوج ونص، كيجينا صعيب شويه في بالنسبه للداخل والخارج. وبالنسبه علاش كيجينا صعيب؟ باننا فيه عنده 35 في 4، والثوب ملي كنثنيو على 4 اصلا كيعطينا 35 في 4. انا عندي جلاب فيه 42. وغنوريكم الطريقه ديالو كيفاش غادي نخرجو. داخله في خارجه باش يعطيكم لعبه. ضروري باش يعطينا لعبه. وهنايا غادي تشوفوا في القناه ديالي، غتشوفوا في الصاله. وكما قلت لكم دائما راه هو اللي تيخدم ليا كلشي، هذه الخدمه ديال التريسنات والخدمه باليد، خدمه المعلم، كلشي هو اللي كيخدمو. الفصاله غتشوفوها عندي في القناه، واللي بغى تشوف الخياطه ديالها غنحطو في القناه عنده. وغنجي ثاني نصور معكم باش نشرحوا اكثر، ونبقى نسول فيه باش هكا نسول كاع الاسئله اللي نتوما غتسولوها. غتخدم بالطراسم هي؟ بالطراسم. صافي. المهم الخياطه غتشوفوها عنده هو في القناه ديالو، قناته سميتها خياط الاصاله والمعاصره، كتبوها بالعربيه ولا غتطلع عليكم. بالنسبه للبنات اللي جداد اللي اول مره تيشوفوا الفيديو، اما البنات اللي قدام راه ديجا داخلين عنده. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم للقناه ديالي ولا اللي عنده. المهم بقاو دابا مع الفيديو باش ما نطولوش. ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنايا كما قلت لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش غادي نشيط انا واحد الثوب هنايا، غادي نعبر القب ديالي باش نوريكم الطريقه كيفاش. هنايا عندنا القب فيه 45 ديال القب ديال الرجال، كيكون فيه 45. غوت شويه تليفوني ناقص. ماشي مشكل. هنا 45، هنايا ثاني كندير 45، هنايا كندير، هنايا كندير 40، كنقص ديك 5 سنتيم. هنايا في هاد البلاصه هادي كنعطيها 28، حيت ديال الرجال كيكون شويه هذا. كنهبط بهاد الطريقه هادي، كنمشي هنايا هالقب. لاحظوا مزيان، هنايا كنعبر راسكم. انا راسكم عندي فيه 18، كنجيبو لهاد البلاصه هادي باش انا ماكراتش الثوب يشيط ليا هنايا. علاش باش يشيط ليا؟ انا عندي جلاب فيه 42، الثوب ملي كنثني على 4 كيعطيني غير 35. دابا هنا القب درتي الطول 45 والعرض حتى هو 45، الجهه المسدوده 45 والجهه المحلوله. ملي كيطيح على الجهه هذا القب ديال الرجال، راك عارفه كيجي واقف على الكتاف، ما كيجيش على. وهنا كتكون واحد 2 سنتيم تقريبا كتكون ديال لوغلي ديالو. هنايا الكمام عندي 54، 54 ها 54 ديالي فيا سنتيم ديال الخياطه. المهم هادشي كامل علاش تراسيتو انا باش نشد داك الثوب اللي غادي يشيط ليا هنايا. دابا خصنا نقطع. حيدنا القب والكمام باش اللي بقى لينا نعرفوا كيفاش نلعبوا به في الجلاب. هنايا خصنا، انا محتاج الثوب باش يتزادني على حساب داخل بخارج. هذا كاشمير غليظ البنات، يلا اللي بغات تبرع راجلها وباها وخوها. هو ترجل ساكن تفكر مراقش الجلاب. الله يبقى نفصلوا في الجلاب والقفاطن والبيجامات. درنا النوبه للرجال حتى هما. الفصاله راه كتكون فيها واحد التغييرات كما شفتوا البدايه من القب، راه فيه تغيير ماشي بحال القب ديالنا. هذه صافي. دابا المهم نخليه هو الاخر. انا اللي عندي فيه المشكل هو الكسده هذه. دابا نسرح الثوب عندي هنايا كامل بهذه الطريقه. الثوب مطوي على جوج باش يبان ليا شنو شنو القياس اللي كناخذ. هنايا اول كناخذ، بعدا نخلي الطول ديالي هو هذا 8 سنتيم. كنجي هنا كنعبر الطول ديالي، عندي متر 33، ها 33 في الجهه. هنا عندي الكتف 60، 60 31 هنا في الجهه. هنا ثاني كنعاود ندير العكس، كنجي ثاني عندي هنايا ندير ثاني العكس، غادي نعبر الجلال ثاني ديال الظهر ونشوف فين وصلت ليا 33 ديالي هنايا. 33 هنايا
كنعبر ثاني الكتاف داخله في خارج يعني كيجيو مخالفين. ها هي 31 ثاني سنتيم ديال الخياطه. السيد شحال عنده في الكتف؟ عنده 60. عنده 60 في الكتف، يعني تقسمها على جوج هي 30 وسنتيم الخياطه هي 31. هنايا في الصدر عندي 35. ها هي 35. 35 هنايا عقلوا على سميتهم. هنايا ملي عبرت 35 كنجي لهاد البلاصه هذه هنا ثاني كنعبر فيها غير 26. لحقاش الكتاب راه كيكونوا طايحين ديال الرجال ماشي بحال، كنعبر فيها غير 26 كنمشي لهاد الطريقه بحال هكا. هنايا اللي عندي في النقطه هذه هي اللي كنركز عليها، هذه وهذه هنايا ديال الكتاب. دابا هادشي كله اللي كيدير خاصكم انتم ديروه كتراسي تشوفي الثوب واش يخرج ولا لا. نشوف ضروري نراسي. راه باقي ما بدينا الفصاله، باقي ما بديش الفصاله. دابا هنا كنشوفوا الطريقه، كنشوف هاد سميتو شحال غادي يخرج لي الثوب، كيفاش غادي لاحظوا مزيان كيفاش كيدير. كما قلت لكم ها 31 عندي 35 36. هاد النقطه هذه هي بين هذه وبين هنايا، هي اللي عندي فيها هنا فين خاصكم ما تدخلوش فيها، ماشي تفصلوا. ما تدخلوش، لا بالعكس، هنايا كندير هاد الطريقه بحال هكا، كنشد هادي لهادي. مسكينه اللي كتفصل الضو فتتسالو كتلقى راس الظهر ما خرجش ليها. ما خرجش ليها، هذا هو يعني المشكل. هذه هي الطريقه اللي ديروا ملي تحطوا. حنا ما بغيناش نستفوه ونقادوه ونجيو نوريكم نيشان، يعني بدينا معكم من الاول كيف باش حنا كنبقاو مضاربين مع الثوب تيخرج، عاد باش كنبداو الفصال. ها هي هادي النقطة، هذا كنشد هادي النقطة ديال الصدر وهادي النقطة ديال الصدر هنايا، كنشد هادو هنايا كنطراسيهم. هنايا غنشوف دابا شحال عطاني هنا في جلال، هي عندي تا 45، انا عندي 42 مزيان. هنايا كنشد هاد الجلال هادي لهنايا، كنجيب التراسي ديال الصدر تا هي بحالكم، نكمل التراساج ديالي لحد الساعة. راه الفصالة باقا ما بداتش، يعني العبارة اكزاكت، يعني دابا كنقادو بغينا نخرجو الظهر والضوفي يخرج لينا في الجلال خمسة بحال هكا 41 42. عرفتو دابا الطريقة هنايا شحال عطيت في الجلال؟ عندي انا 42، كاينه هنايا 44 على حساب مازال ما قطعتش الخياطه ديالي، كنجيب ثاني هنايا كندير 44 الجديد، كنطراسي ثاني هنا نفس الطريقه اللي درت في الاول. كما شفتوا دابا هو خرج دابا الظهر، خرج الطوفه، غنقطعوهم عاد ديك الساعه نبداو العبار ديالنا. هو هذاك علاش انا قطعت لكم ما سميتهم هاد الثوب اللي هذا كله زاد، هذا هو اللي ينفعني انا بهذاك باش غادي يعطيني ذاك العرض ديال الجلال. هو هذا كما كيقولوا 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه مقص. في الاخر كنعاود العبار ديالي مزيان 33 هي هذيك، حيت علاش؟ المهم دابا غادي يقطع، نقطعوا دابا داكشي اللي خدينا وعاد نحطوا الظهر على الضوفه وديك الساعه نقادوا العبارات ديالنا مزيان. المهم هاد الطريقه هذه غتنفعكم بزاف، دائما ديروا بحال هكا عاد باش تقطعوا. قادوا قادوا العبار وشوفوا داكشي واش هو هذاك، واش الضوفه خارجه واش الظهر خارج، وطراسي بحال هكا بجوج تشوفيهم خارجين عاد باش قطعي ديك الساعه تبداي الفصاله ديالك. المهم دابا غادي يقطعهم يحط واحد على واحد عاد ديك الساعه نكملوا معاكم. المهم دابا كمل الشرق قطع الجهه، دابا غادا نحطو دابا عاد ناخذ القياس ديالي وداكشي اللي دابا عاد كيحط الظهر ها هو الضوفه فوق الظهر، وكنخرجوا دائما الضوفه بواحد سنتيم تخرج الحاشيه. سنتيم بحال هكا اللي هذاك ولا تخرج الحاشيه تقريبا. اذا كانت الحاشيه فيه كبيره خرج، كانت الحاشيه كبيره خصني نحيدها قبل ما سميتهم باش ما تدوخنيش في العبار. يلا الكاشمير قريب يدخل، ولكن شي بلايص اللي دخل فيهم الكاشمير. يلا وريونا ابداعاتكم، واللي باقي عنده شي استفسار ولا اي حاجه تخلي ليا في التعاليق باش في الفيديو اخر ان شاء الله نعاودو نركزو على ديك النقطه اللي ما فهمتوهاش. وكما قلت لكم في اول الفيديو الفصاله غادي تكون عندي في القناه ديالي، والخياطه ديالها كما العاده غتكون عند الوالد ديالي في قناته اللي هي قناه خياط الاصاله والمعاصره كتبوها بالعربيه، وغادي تخرج لكم القناه. وما تنساوش تابوناو في القناه باش هكا يوصلكم كاع الجديد اللي كنحطوه ان شاء الله. هنايا كما قلنا دابا غادي ناخذ القياسات ديالي، ها هي قلت عندي 60، ها هي هذيك نيت هي اللي عندي. هنايا عندي قلنا 35، ها 35 هي هذيك نيشان. هنايا راه غندخل ب 10 سنتيم، ديال الرجال راه كيكون شويه الكول كبير ماشي بحال ديال هذا، كندخل ب 10 سنتيم في هذا البلاصه.
10 سنتيم، وهنايا كندخل ثاني تقريبا 3 سنتيم اللي عندي هنايا 3 سنتيم هنايا كندخل ثاني 3 سنتيم عندي في هذا من الاداء كنعبر كما قلنا انا عبر 26 عندي هنايا في هذا 25 هنايا واحد الطريقه باش نوريكم الخراط كيفاش سميتهم هنايا كنمشي كندخل هنايا 7 سنتيم تحت التركيز كان هذيك باش هذه البلاصه هذه باش كنجيبها خراط هنايا غادي عندك راه نوريكم كيفاش غادي نطراسيهم تما غادي تكراني لا مقطع تقطع كتخرج عندي الكتف هنا نيشان هو اللي بغى يفصلها خاصو يتريني عاد يجي باش باش يقطع شوف قاصح قاصح تلقى شحال صبت في العمق هادي هنايا كنهبط تقريبا 8 سنتيم باش كنهو يمكن من الفوق ها من هنا من الفوق شحال تقريبا من العمق من العمق من هاد البلاصه كتكون كتكون قولي 10 11 سنتيم كتكون باش كنهوت بها هي هذه دابا هذاك الثوب اللي كنا قلنا هنايا غادي نقاد دابا الحساب ديالي هنا نحيد الثوب اللي زايد كما قلت لكم دابا الطراسي ديال الخراط كندير هذه الطريقه هذه بحال هكا وكان هنايا كنخرج هنايا تقريبا 12 سنتيم اللي كنديرها ديال الخرطه جهه الجليل جهه الجليل كنخرج على هذه هنا كتخرج زيرو هنايا لهاد البلاصه هذه الطريقه ديال الطراسي ديال الخراط بحال هكا لاحظوا مزيان واحد الطريقه غنديرها لكم وتجيكم ساهله وغتسهل عليكم بزاف فهاد الطراسات هنايا لاحظوا مزيان غنحيد هاد الضوبه اللي طراسيت غنحيد هاد الضوبه هادي الرد هادي اللي طراسيت هي باش غنحط عليها الاخرى باش يجيوني الخراط مقادين ف الرشمه ديالو لاحظوا دابا مزيان اش غندير هذاك ها هي هنا دابا كنبقى نضرب هنايا بحال هكا باش كيتطبع فيه باش كيتطبع الطباشير كيتطبع ليا في الخرطه الاخرى بالجهه الاخرى شفتوها دابا عاد عاود عليهم باش يبان غنعاود عليكم هنايا مزيان باش هما خرجوا دابا الشل الاطراس اللي في هذاك كيتطبع هنا باش ما تبقاي تعبري ما تعرفيش شحال شحال درها هما هنايا هما باينين وندير نفس الطريقه نديرها ثاني للظهر وداكشي كنديرها نفس الطريقه ديال الظهر بالنسبه لهنا للجليل شحال كطلع هنايا كنقاد غير سميت ما كنطلعش تقريبا واحد 3 سنتيم كاع اللي كنطلع بها كنطلع بها حيت التوب راه مراجل هنا داكشي علاش فيه الزير المهم الجلي غنطلعو غير بثلاثة سنتيم غير ثلاثة سنتيم واحد
دابا غندوزو لكم ام القب. كملنا الجلابه كما شفتو هما طراسينا في الاول، ودابا غادي نكملو في الصاله ديالنا. هنايا عندي في هنايا داك غندخل بواحد تقريبا 6 سنتي باش تدخل بيه هنا في هاد البلاصه. الكم هذاك ها بالكم يخرج ليا حتى هنا، يعني حتى هي 26 اللي تعبرت التركيز فيه. كيجي كم مخزاني مربع، يعني ما فيش ديك التقويره ديال لا ما فيش تدخل بسنتيم تطلع بسنتيم، هذا كيمشينيش. هنايا هنايا نعبر هاد السنتي هادي اللي عندي هنايا في هادي باش تفهموا مزيان فين كرانيتي. اه فين كرانيت باش غادي هي اللي غادي ندخل بها هنايا. عندي 5 سنتيم عندي هنايا، هاد 5 سنتيم هادي كتبقى غاديه نيشان في هاد البلاصه هادي باش تجيني مع الخرطه. من بعد سميتهم عاد كنشد هاد البلاصه هادي كنطراسيها هنايا. واضح؟ كنتمنى يكون واضح ويفهموا. دابا نقطع كيفاش. المهم شتو دابا كيفاش طراسينا الثوب كامل في الاول باش ما يضيعش داك الثوب وما تحصليش، يعني ما تخسريش الثوب السيد ولا السيده اللي غتخدمينو. كما شتي بحال هكا قطعنا لكم هو الاول، وهنايا القب طراسينا كلشي الثوب كامل طراسيناه معاكم، يعني حتى الكواليس ديال التصوير وريناها لكم في هذا الفيديو، ماشي خبينا عليكم شي حاجه. اي داكشي الاغلاط كلشي اللي تيكون وكيفاش كنقادو الثوب عاد نبداو نفصلو كلشي صورتو لكم في هذا الفيديو. كما شتو طراسينا كلشي، دابا عاد حيدنا هالكمان تشوف انت كيفاش تقطعي هاد الثوب راه ما ضاع منه حتى شي حاجه ديالو. هذا هو الطرف اللي قطعنا في الاول. لكم كيفاش دخل فيه مع وكيما شفتوا القب ديال الرجل راه تيكون كبير، والكميمات كيجيو على شكل مخزاني بحال هكا. المهم كملنا الفيديو ديالنا وشكرا الوالد. يلاه نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا بزاف على الفيديو يلا. وان شاء الله الخياطه غادي تكون عنده هو في القناه كما قلت لكم، ونقدر نجي نصور مع النيت باش هكا نشرحوا لكم اكثر.